الإسرائيلية بتعمل في قناة كبيرة جدا اسمه Open Access. أنا صراحة أعرف زي ما شايف ناس كتير منهم بيعرفوا إن Open Publishing Access هو لأن أعرف معلومات عنهم دوران جبلية هي أسيستنت بروفيسور في عبد الخرطوم في كلية العلوم. شنو؟ في علم الحيوان. فرحب دكتور راني بليع. عندهم big business في الـ biomedical research.
طيب المدير بتاعه كان داعم ديفلوبينج لفاكسين للملاريا وجري سيرش الاخير بيقول والله احنا وي مانج تو ميك بريك ثرو فجو اون لاين هاف لوك ات ذا بيبر اظن مش عارف تراي تو هاف لوك ات ذا بيبر دي لك اكسس دينايد يو شود باي ا بيبر والبيبر واز اكشولي بيد فور والبروجكت كله واز اكشولي بيد فور باي ذا ويلكم تراست اظن طلع من هناك ومن الناس المؤسسين للبابليك لايبرري اوف ساينس ناس الساينس والميكس في بريف عبويس فده من الناس المؤسسين للفكرة للموفمنت تحت الاوبن اكسس انه اعمل ريسيرش خطه اونلاين اي زول يشوفه ويقدر يداونلود القاعد في ذات فور يعرف انه هاو تو تريت الديزيز الفلاني او البيشنت الفلاني لانه الانفورميشن از افيلبل اونلاين فور فري يو جاست نيد اكسس تو ذا انترنت طيب انا قلت لك الكلام عن البيزنس الكارديان فيها كان ارتكل بيقول لك انه اكاديميك ببلشرز ميك ميردوك لو انت عارف الناس كلها بتعرف ميردوك مش لوك لايك سوشياليست ميردوك بالامبراطوريه الماليه بتاعته دي كلها هي لوكس لايك سوشياليست لانه ما بيكسب زيرو اوكي Moving forward, an economist would like publishing, perishing, and peer review. And in the science, the scientists people publish or perish. شباب الصغار عارفين ما يعنيش publish or perish. أنشر إيه حق الناس. لما أرجع للإيكونوميست ألاقي إنه about 40% or more of the revenue بتاع الشركات بتاعت publishing في medicine with technology with science is actually profit. ربح. صافي ربح. صافي ربح. Okay. طيب. أبدأ الكلام منه كله. أبدأ الكلام منه كله. Thesis. الكلام عن إنه it's a big business. Big profits. Okay. بدأت thesis في chapter 2 and scholarly communication in crisis, actually. It's in crisis. ليش؟ لأنه الناس تدخل البوبلشين كبزنس we need money, we need profit وزول اللي قد جابتها كلام جميل جدا اللي هي قالت شنو هيثر ليو هيثر ماريسون قالت whenever anyone not associated is a subscribing institution زي كل الناس by the way إيه جامعة السودان تقريبا مع دائما الأوبن يونيفرسيتي عندها very good يعني access لحاجة لأن بيدنا ما عندنا السبسكريبشنز up to date دائما يونيفرسيتي قاعدين ناس هنا يقول لي والله احنا we're subscribers to nature مثلا for example أو science في نظام subscriber I don't think so ليه احنا غالية a subscription an annual fee is so high عالية جدا غالية جدا but that's why we don't subscribe طيب a subscription بكلفة $91 ل 799 دولار from an institution لمجلة واحدة. UK researchers في United Kingdom جامعات ما تقدر توفر لهم أكثر من نص المجلات اللي هم يحتاجوا لها. Okay. في subscription wise يعني. طيب كلامه عن الأرقام دي ال profits ناس ال business. دي profit margins دي صافي أرباح الشركات اوكي البابلشرز الشغالين ساينتفك تكنيكال امريكان البابلشرز الزبير مشهور جدا عندها كميه من المجلات فالربح بتاعها حوالي 36% من الريفينيو سبرينجر ساينس اند بزنس اونلي اوكي الصافي ربح حوالي 33.9% عائلة وايلي انسنس 42% صافي ربح Informa, 33.4%. Okay, the traditional publishers. طيب إبدا معناه publishing is big business. والجراف ده هنا في الحقيقة ده comparison between traditional publishers, McDonald's, Walmart, okay, supermarkets, محلات أكل المنتجات الحقيقية مع traditional publishers. فإذا أنت عارف هتلاقي إنه the highest Actually, the highest profit is made by Springer.
اللي هي المفروض انها بتنشر for the sake of science, medicine and technology. The background. This is just background. That's why we're going for the other model, open access. طيب لو ده نشر open access, احط ال peer reviewed article بتاعي online available. لأي طول فيكم يقراه وتداونلود يقراه ويستفيد منه. مفروض ينشره. مفروض انشره كأوثر أو كجهة عندها دعم معين للحاجة دي. مفروض أدفع. Okay. مفروض أدفع دي فيز. لكن حاجة جميلة طالما انتم سودانيين وارجع تاني لكلام البروفيسور سودانيين يو هاف حاجة اسمها ويفا سكيم. ويفا سكيم معناها انت يو كومينج فروم ديفلوبينج كونتري يو كان ببلش فور فري اند يو كان اكسس فور فري. اوكي سو اف يو ريسيرشر يو كان ببلش مع أي من الببلشرز الكبار اللي كانوا open access for free. So go for it. أكتب وببلش معاهم تسلم حاجة كواليتي لأنهم ما بيقبلوا أي حاجة ما بيقبلوا رمش. Alright. طيب بعد المقدمة الطويلة دي أنا بدي أشوف اللوجيستكس إحنا بدنا نشتغل عليه. اللوجيستكس بتاعتنا أول حاجة 7% دي statistics جديدة بتاعت السكند كوارتر بتاعت 2012 30% of internet users in العالم are actually Africans. Very minimal, I think. This is a small portion, صح؟ وفوتو ماكسيمايز. If you go further في الستاتستكس، دحين أنا زول بحب الستاتستكس. By the way, I'm a population geneticist. يعني بس إما ليك بيولوجي مع ماثيماتكس. فا I don't think people بيولوجي بيعرفوا يمشي وبفتكر المواد الأرقام هي الأفضل. طيب, let's go for statistics. Total, I'm sorry, Ashraf. The total population estimates the Amelioration Bureau, the American Bureau, في أفريقيا is 1.73 and it should be 15.3% of the total population of the world. Like 7% of them are using the internet. لو مشيت فراشنيت مشيت شوية قدام بلاقي إنه في أفريقيا نفسها من الكبار نيجيريا وإيجيبت مصر. طيب إحنا وضعنا وين؟ أنيحنا السودان الاستيميت الكوبيليشن اللي أعطنا بعد 2012 حوالي 34 مليون وربع مننا حوالي 19% عندهم أكسس للإنترنت. أنا دايما أتكلم عن الإنترنت مفيد حاليا أم كويت شو 19% بيكون فيهم 15% فيهم ده فيسبوكين معلش كتير ولا غير ربش حاجات ربش أونلاين they're not using the internet properly. أنا دائما أستخدم الإنترنت بروبرلي. بوينت كويسة خالص إنه إحنا في العشرة الكبار في أفريقيا. أفريقيا العشرة التوب 10 إنترنت كونتريز موجودات قدامكم نيجيريا نمبر 1، إيجيبت نمبر 2، إحنا نمبر 6 in Africa. We can do this better than this، صح؟ We can. I know we can. So to sum up, what do we have? 19% of the Spanish population uses the internet. This is the statistic 2012. Only 3.9% of all Africans, these are the Sudanese who use the internet. Nonetheless, Sudan is number 6 in Africa. We already have an institutional repository of Mustafa Al-Ghazali, جامعة الخرطوم. We already have staff members من كل شبكة الجامعات السودانية. مع التركيز على جامعة السودان وجامعة النيل وجامعة الخرطوم كنموذج فقط لا غير الناس مدربين عن الشغل اللي انا بتكلم عنه دلوقتي على الانستتيوشن ذكر موضوع ثاني ما حتكلم عنه هي Global Open Access Portal بتاع اليونسكو السودان ظاهر فيه وبيزك ظاهر فيه بأواسر وبالأوبن يونيفرسيتي however طلب ترضى عن أخبار في كوب عن المشروع بتاع الأواسر بتاع جامعة الخرطوم اللي هو مستودع بيعمل سكاني للدوكيمنتس للسيسي للدسرتيشنز بنرفعه اونلاين ده من غير صوت السودان احنا وير دوينج ريسيرش وحاجه مهمه شديد انه احنا عن كواليتي شغل امشي لكليات الدراسات العليا في الجامعات السودانيه عن كواليتي شغل بحوث مليانه اوريجينال ريسيرش ليتس بوت ات اونلاين دي حاجه اساسيه
دوكيومنتد احنا عارفين بره اكثر من جوا. اوبن اكسس ماب بتعرف السودان، بتعرف جامعه الهضوم، بتعرف الاواسط. والسنه الجايه ان شاء الله هتكون بتعرف جامعه الاثنين، بتعرف جامعه السودان، لان احنا بنوركينج في الجامعات الاثنين ازاي. Publishers، تقريبا open access publishers. طيب من قبل الموفمنت، الموفمنت بدأت في 2000 انه let's go open، معابر مفتوحة. قبل الموفمنت جامعة الخرطوم عندها مجلات تنشر open access من غير تسمية، من ضمنها مجلة كلية العلوم، hard copies تتوزع على الناس مجانا وتقبل مجانا. This is open access. اوكي، تحت البحث. وعلمية سنترال ده فوقشر كبير جداً، هو واحد من الركائز تحت الحركة المساطحة الموفمنت، وده يوم البدء التاني بديه في 2000. وفي 2013 كان عندنا كمية من دور النشر اللي بتنشر أوبن. لو جينا دخلنا في السودان حلاقي مجلة كلية العلوم، مجلة المعمار، حلاقي مجلة السودان جورنال اوف ميديكال ساينسز، حلاقي حتى الميلان ده مجلة أوبن. في كمية من المجلات اللي قاعدة open، you can publish open access at the national level, at the regional level. لأنه majority, this is at the regional level, this is African. Okay? And you can even publish at the international level if you publish this by the central or the Springer open media. طيب، ده العين للimpact factor. ليه جات فيها impact factor؟ Thomson Reuters. كلنا الناس المعينين للأكاديمية بيقول والله احنا داخلين ننشر في مجلة معروفة عشان انت تعرفها، صح ولا ما صح؟ طلبات الاجتماع لسه على فكرة دي ما وصلوا لها، لكن احنا كلنا أما السيستم، أما السيستم بروفيسور، أنا جربتها في فورشير. عشان أبدأ فورشير I should publish peer reviewed 4 to 7 papers. I should serve the community. I should do some administrative work. صح؟ عشان اتركها. لو في جامعة الخرطوم ده ست نظام، لازم أمر بالثلاثة شانلز. Publish في peer reviewed nature درجات أعلى من زول ثاني. Publish manage to publish حاليا nature. For example, nature بترفع لك. It will boost the weight بتاعك. Science as well. طيب، an open access journals are getting there. الليلة أنا دخلتها SJR بيشوفوا المجلات والرانكينج بتاعهم العالمي. الشباب تاني بيقول لك انه في مجال الباراسايتولوجي اللي انا مدرستش فيه الباراسايتولوجي مش هتفتش فيه بلس باثوجينز اللي هي اوثنتلي اكسست جورنال هي توب في العالم الان. قبل 3 سنين ما كانت هنا، ما كانت معروفه من هنا. اوكي؟ اذا بلس باثوجينز از نمبر 1 الامباكت فاكتور بتاع سو هاي ما هي زي ما بيقدروا يشوفوا فيها. نمبر 2 ترندز الباراسايتولوجي دي حاجه تنزيليه. لكن من الثلاثة ملاهي جيرنال دي بتاع بايونيت سنترال اوبن اكسس اجين. يبقى الثلاثة الكبار في الباراسايتولوجي حاليا اوبن اكسس جيرنالز. يبقى وير جيتنج مومنتم، وير جيتنج ذير. اوكي، بعد شوية حنبدا ذا بيست جيرنالز. كلام ما بيقدر ينفع للارتكلز. في ناس بيكتبوا تشابترز في كتب، في ناس بيكتبوا كتب. Be in tech, open access publishers, they will publish for you chapter of a book, they will publish books. لو دخلت اونلاين عندهم كمية من الكتب فور داونلود فور فري في كل المجالات و up to date up to date. حتى 2013 اللي احنا فيها الليلة دي ادخل ايه ده حتى عادي. طيب انا دايما compare open access and traditional publishing. If you publish open access انت you have lots of people seeing you وبالتالي citing الفكر بتاعتك. Peer review is faster لأنها it's online based. Submission is online based. Everything is online based. Okay. إضافة لإن it's an author friendly editing عندهم. Rapid publication ما تنتظر، ما لازم العدد عشان يطلع عليك عندي 30 article. بلس باثوجينز تحت الاسبوع اللي فات كان فيها 2 ارتكلز فقط. اوكي؟ But you don't need to wait عشان تشوف الارتكل بتاعك اونلاين when you publish open. الامباكت فاكتور زي ما قلت لك هو عامل مهم جدا بالنسبه لنا في الاكاديميا تحديدا. It's getting there, we're gaining momentum. بدينا نشوف high impact factor the open access journals. So why to publish? No matter to summarize, ليه to go for an open access journal
freely access, maximum visibility, you're getting to get cited, immediate publication, you submit peer review that has published, you're in the copyright. What should you do as a publisher? How did it make it? If you're an institution, you're saving money. لأنه إذا أنت بتشتري traditional journal subscription العادي you're paying a hell of money للpublisher عشان تقدر access the researchers بتاعتك. لكن لو أنت بتدفع للresearcher الواحد عشان يشوف الأرتيكل بتاعه وبالتالي تعمل المجلات كلها موجودة غير المتوفرة. This is different. طيب مقارنة برضو عن الكلام اللي هنا. Journal cited versus unsighted اللي بتلاقيها نمبر 2 اللي هي الأس تحت الألزبير اللي هي كلينسنج بروسيتولوجي وجبت لك في الرانك نمبر 1 اللي هي بلس باثوجينز ومعه الاي اس اس اي نمبر 5 وي وكده بتشيك شو الفرق؟ الاحمر دي معناها كم الارتكلز اللي ما حصل لها سايتيشن اوكي؟ واللون على الاصفر وعلى الاخضر ده دي سايتد فشوف الفرق لما انا عامل الزفير بلاقي بعض الارتكلز حصل لها سايتيشن كبير مثلا لكن في بعض الهافت وهافوش 50% ما صايدت قبل كده الارتكل المعين من الاوثر عكس لما نعاين لما الساتيريز تقريبا الانسايدت ارتكلز اقل صايدت اكثر معناته انت بقى عندك اندكس اعلى كاوثر معناته انت في معرفه اكثر عالميه اوكي وريسيرش فاكت از مور يوسفول للناس انا they are citing you اكثر but this is important To finalize, هستخدم quotation ثاني بتاع researcher Joshua Drew من جامعة كولومبيا, نيويورك. فبقول that to me, there is something fundamentally inequitable about the manager in Papua New Guinea, for example, not being able to access a paper written about trees she can see from her office. Because that paper is published in a journal that her institution cannot afford. وده حالنا. ده حالة بتاعي كتابتك بتاعي بقولك 130 دولار أدفع ولا ما عندك أكسس ده تراديشنال صح؟ أي زول بيتك بيكون مرة الحالة So let's please make good use of the available fiber network In the very good fiber network جامعات السودانية كلها مربوطة بالفايبر I will finish by thanking you by thanking you هقول برضو سبحان الشعار الفوق ده the project ongoing right now if you wish عندنا مطبقات ممكن تصلوني وتاخد your copy شكرا جزيلا